قبل ما اقول عنوان حلقتنا النهارده، عايزه اقول بس حاجه بسيطه. انا ملاحظه جدا ان الفتره دي الناس واخدين الموضوع ببساطه قوي، ويعني مش على محمل الجد خالص. فانا عايزه اقول يا جماعه حاجه بس صغيره جدا، لو سمحت خليكم في بيوتكم، حافظوا على نفسكم وعلى اهاليكم وعلى الناس اللي انتوا بتحبوها وعلى صحتكم وصحتهم، مش بس الصحه الجسديه كمان الصحه النفسيه. وبناء عليه حلقتنا النهارده هتتكلم عن الصحه النفسيه في ظل ازمه الكورونا، مع ضيفتنا الجميله اللي منورانا النهارده دكتوره اميره شاهين. نورتينا يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكي يا حبيبتي، شرفه جدا بوجودي معاكي حبيبتي. تسلمي يا رب. عايزين بس قبل ما ندخل في موضوع الحلقه حضرتك تعرفينا بنفسك وتعرفي الجمهور يعني نفسك اكتر. انا استاذه اميره ابراهيم، استشاري نفسي واسري، استشاري صحه نفسيه، محاضر دولي معتمد ولايف كوتش. حبيبتي شرفتيني. اهلا بيكي. شرفتينا يا دكتور. اهلا بيكي يا حبيبتي. في بدايه حلقتنا كنت بس عايزه اعرف من حضرتك، ما هو الفرق في الترابط الاسري قبل وبعد كورونا؟ اكيد ازمه كورونا في فرق، حصل حاجة حلوة في حياتنا، حضرتي وضحها للجمهور. والله هو موضوع النهاردة موضوع حيوي ومهم جدا، خصوصا ان انا جاي اتكلم عن الصحة النفسية في ظل ازمة كورونا. طبعا اغلب الاسر واخدين الموضوع بشكل سلبي، انا عايزة اتناول الجانب الايجابي. طبعا احنا حياتنا اختلفت تماما 360 درجة قبل الازمة وبعد. قبل الازمة احنا كأسرة مصرية طبعا عايشين في حالة روتين، كلنا بنصحى الصبح بنروح شغلنا، بنرجع نخلص التزامات بيوتنا وننام وهكذا، والوقت بينتهي حضرتك، عندنا حالة روتين وملل. طبعا كلنا بنشك ان ما عندناش وقت، ما عندناش وقت مثلا نقعد مع بعض، نقعد مع اسرتنا، نزور قرايبنا. لا ما كانش فيه. انما بعد الازمه الوقت الدنيا اختلفت خالص، عندنا وقت فراغ كبير، قاعدين في حظر، كلنا قاعدين مع بعضنا، قربنا من بعض. فليه ما نستغلش الفتره دي في حاجه ايجابيه؟ ليه ما نقربش من بعض اكتر؟ ليه ما نشوفش اهتماماتنا ايه ونعملها؟ ليه ما نقعدش مع اولادنا؟ ما نقعدش مع اسرتنا؟ نعود بقى الفترة اللي فاتت بقى اللي ما كانش فيه وقت اصلا ان احنا نشوف بعض اصلا. انا اكتشفت ان احنا نعرف عن صحابنا حاجات ما نعرفهاش عن اسرتنا، بان احنا قاعدين مع اصحابنا اكتر، لان احنا معاهم فترة اكبر من البيت عامة يعني. ففرصة ان احنا نقعد مع بعض. وبعدين الفترة دي انا بسميها فترة تقييم العلاقات، ان احنا نقعد مع بعض نقيم علاقتنا بنفسنا، نشوف اهتماماتنا ايه، احنا عايزين ايه، بنحب ايه، ونطور من نفسنا اكتر. ونقعد مع اسرتنا ونقرب من اولادنا، نشوف اهتماماتهم واحتياجاتهم. فعلا كنا احنا محتاجين الفتره دي ان احنا نقرب من بعضنا كتير، وفرصه احنا عندنا وقت فراغ كتير فنستغله ونستثمره في حاجه مفيده ان شاء الله. بالظبط كده. تمام. طيب يا دكتور، عايزين نعرف ايه هي الاليات الحفاظ على الصحه النفسيه في ظل ازمه كورونا؟ اول حاجه لازم عندنا ثبات انفعالي، ما نجريش ورا الاشاعات، ما نصدقش اي حاجه تتقال، ناخد المعلومه من مصدرها الصحيح. تمام. عشان نحقق الاتزان النفسي. تاني حاجه لازم يبقى عندنا نظام، اللي عندنا التزام. احنا لو التزمنا بالتعليمات مثلا ما نخرجش من بيوتنا، هيبقى عندنا صحه نفسيه اكتر. لو احنا ما خرجناش من بيوتنا والتزمنا، لا هنبقى عندنا مثلا ان احنا مش هنصاب بالمرض، هنبقى مطمنين اكتر. انما لو نزلنا وعملنا مثلا تجمعات، لا هنبقى قلقانين اكتر، فصحتنا النفسيه هتتاثر. انما لو قعدنا والتزمنا بالتعليمات او التزمنا بالمعلومات اللي بيقولها، فان شاء الله هنعدي الازمه ان شاء الله على خير. واهم حاجه اللي احنا مش عايزين نجري ورا الشائعات اللي موجوده دلوقتي، اهم حاجه نوصل للمصادر الموثوقه منها ونستفيد منها، ناخد المعلومه من مصدرها الصحيح. تمام. طيب دلوقتي عايزه اعرف برضو من حضرتك، كيف يرفع كورونا مناعه الناس النفسيه؟ ده سؤال مهم ولازم حضرتك تجاوبين عليه. هي يعني اكتر حاجه مفيده في ازمه كورونا ان كلنا اهتمينا بنفسنا واهتمينا بصحتنا. كل واحد فينا اهتم بصحته النفسيه وصحته الجسديه. كلنا اهتمينا بنظافه اكتر، كلنا طبعا كنا مهتمين بنفسنا بس اهتمينا اكتر. اهتمينا بتغذيتنا، كلنا اكلنا اكل صحي، مفيش حد فينا ما دخلش المطبخ الفتره دي وطبخ واكل اكل صحي. اكيد طبعا مفيش حد اهتم بنفسه اكتر، اللي معاها اولاد صغيرين مناعتهم ضعيفه ان شاء الله كمان. كلنا كنا معتمدين على الفاست فود والنظافه بقى بقت اكتر. أكيد. في مطابخنا وعلى الارضيات وفي كل حاجه الحمد لله بقت اكتر من الاول. كلنا اهتمينا بصحتنا اكتر، بصحه جسدنا اكتر، فعايزين نهتم بقى بفكرنا اكتر، نهتم بمعلوماتنا اكتر، نطور من نفسنا عشان الازمه دي تعدي على خير ان شاء الله. بقى التطور والحاجات دي عايزين حضرتك برضه تقول لنا يعني كيفيه السيطره على الحياه، او ازاي ننمي نفسنا في ظل الازمه دي او في الفتره اللي احنا قاعدين فيها في البيت. هو افضل استثمار ان احنا نستثمره ان احنا نستثمر في وقتنا ونستثمر في علمنا. تمام. ان احنا ننمي وقت فراغنا. طبعا التعليم اونلاين دلوقتي مفتوح، ليه ما نخش كورسات اونلاين ومتاحه فري، نطور من نفسنا ونطور من معلوماتنا. تمام. ان احنا نستغل وقت فراغنا ده في حاجه مفيده.
صح. نعرف قيمة العلم والعلماء. طبعا الأزمة اللي حصلت دي احنا عارف مين اللي شايل البلد؟ الأطباء. بالظبط طبعا. كل واحد ابيض كل واحد خد مقعده صحيح طبعا. اكيد طبعا. فلازم نهتم بالعلم ونهتم بالثقافه، نطور من نفسنا، نشوف اهتماماتنا، نحدد اولوياتنا، نحدد اهدافنا، يعني نستغل الوقت الاستغلال الامثل بمعنى صح. اكيد طبعا. تمام. طيب في حاجه كنت بسمعها بصراحه وانا مش عارفه صراحه معناها ايه. لايف كوتش. السؤال دوت لما كان بيجي قدامي ما كنت صراحه مش عارفه ايه لايف كوتش. طبعا بما حضرتك اساس اللايف الكوتش كنت عايزه ممكن تقولي لنا ايه هو الكوتشنج. بصي هو ابسط تعريف للكوتش كده بمنتهى البساطه، احنا بنبقى في اوضه ضلمه وفجاه تلاقي كشاف نور لك. الكوتش ده هو الكشاف، بس مش بينور لك اوضتك بس، ده بينور لك حياتك كلها. عن طريق ايه؟ ان هو بيعرف اهدافك وبيطورها لك. الكوتش ده اللي هو بينقلك من مرحله لمرحله ثانيه، بيوديك بر الامان بمعنى اصح. فالكوتش ده شخص بيعرف اهدافك واهتماماتك وبيوصلك لبر الامان، هو الكشاف اللي بينور لك حياتك، بيوصلك لمرحله افضل، بيحقق لك اهدافك. طب وفعلا اللايف كوتشنج ده بيوصل لمرحله كويسه مع الشخص؟ اكيد طبعا. بيوصلنا نتائج كويسه على الاقل. اكيد. هو هدفه ان هو بيحقق اهدافك. هي الكوتشنج كعلم هو عمليه شراكه بين المستفيد والكوتش نفسه، بيخليك ان انت تعرفي تحددي اهدافك وهو بيطورها لك. تمام تمام تمام. طيب يا دكتور دلوقتي بنشوف طبعا بين ازواج كتير قوي مشاكل وكده بسبب ان هم اصلا غير مؤهلين للزواج. تمام. فعايزين نعرف بقى من حضرتك ايه هو دور الكوتشنج في تاهيل المقبلين على الزواج. والله انا ككوتش بقدم برنامج تاهيل المقبلين على الجواز، بعرفهم ازاي يختاروا شريك حياتهم، معايير الجواز الناجح، ازاي يتفادوا المشكلات، ازاي يتعاملوا مع المشكلات اللي بتقابلهم، ازاي يختاروا صح، واهم حاجه ازاي نطبق معايير الجواز الصحيح اللي هي الموده والرحمه اللي هي للاسف اختفت دلوقتي. دلوقتي كلنا بندور على المظاهر على الماديات، انما صعب قوي معايير الجواز الصحيحه اختفت من حياتنا. ف نخلص الكورس ده او الدوره التاهيليه دي، المفروض انا بقترح ان احنا نعمل رخصه لقياده الحياه الزوجيه زينا زي اي بلد بره. فالمفروض ان احنا مثلا بناخد كورسات بناهلهم ما يجتازوا الدوره دي ان هم ياخدوا رخصه. الرخصه دي معناها ان هم اشخاص مؤهلين لقياده الحياه الزوجيه. تمام حلو. احنا اي حد فينا قبل ما يقود عربيته بيعمل ايه؟ اول حاجه بياخد كورس لتعليم السواقه. اكيد طبعا. بعدين بيمتحن. بعد كده بياخد رخصه. الرخصه دي معناها ايه؟ ان الشخص ده قادر ان هو يقود عربيته دي بنجاح. تمام. فبنتفادى الحوادث وفي نفس الوقت بنسوق احنا مطمنين. حضرتك ما بالك بقى حياتنا اللي هي يعني جواز بدايه حياه وتكوين مجتمع. فلازم اي اثنين مقبلين على الجواز لا يتجوزوا بشكل صح. اكيد اكيد. اصلي دلوقتي احنا بنسمع ان نسبه الطلاق بقت كتيره جدا او الخلع زاد والحاجات دي. طب احنا عايز نتفادى المشكله دي ازاي حضرتك؟ تمام. ايه اللي نعمل ايه عشان نتفادى المشكله دي؟ ان مش اي اثنين مقبلين على الجواز نسمح لهم مثلا يتجوزوا، لا لازم يبقوا مؤهلين. ايه مؤهلين ازاي بقى حضرتك؟ مؤهلين علميا وفكريا، ان احنا نديهم دورات تدريبيه، ان احنا نوعيهم اكتر، ان احنا نثقفهم اكتر. نعرفهم ان الجواز مبني على الموده والرحمه مش الماديات بس. اكيد. فلو عملنا كده هنبني حياه زوجيه سعيده وان شاء الله هنفتح نسب كتير ان شاء الله. طيب في سؤال برضو تاني بيقول ما هو الفرق بين الكوتشنج والعلوم الارشاديه؟ ده سؤال مهم جدا برضو بما اننا اتكلمنا عن حضرتك لايف كوتش. فكنت عايزه اعرف ايه هو الفرق بين الكوتشنج والعلوم الارشاديه؟ هما الاثنين في بينهم تجانس وتناغم والاثنين بيكملوا بعض. الفرق بس ان الكوتشنج بيتم بالجانب المهني للافراد، يعني من خلال دراسه حالات الطلاق برضو في حالات طلاق كتير بسبب الجانب المهني. ان مثلا ما عندوش وظيفه ثابته او الشغل بتاعه مش متظبط. الكوتشنج العلم الوحيد اللي بيتم بالجانب المهني للاشخاص. فدي ميزه الكوتشنج عن العلوم التانيه. تمام. طيب يا دكتور انا عايزه يعني شايفه حاجه كده من وجهه نظري بس صغيره، ان الحب او العلاقات عامه تمام لها علاقه بالصحه النفسيه. او زي ما انا شايفه ان هم يعني وجهان لعمله واحده. تمام. فانا عايزه اعرف برضو وجهه نظر حضرتك في الموضوع ده. هو اهم حاجه ان احنا نحب نفسنا، دي اهم حاجه. هتنعكس علينا، هنحب كل اللي حوالينا. ده حقيقي، دي اهم حاجه. تمام. طيب حضرتك في برضو سؤال، احنا طبعا في تفكك اسري جديد بين اسرنا، ماشي، بنبقى فعلا عايشين مع بعض بس في تفكك اسري. الولد البنت بيفكر بطريقه، البنت بتفكر بطريقه، الام والاب نفس الحكايه بيفكروا طريقه برغم ان هم متواجدين في نفس المكان. طيب حضرتك انا عايزه اعرف ازاي يحصل ترابط اسري بين العيله كلها، كيان متكامل، ايه اللي حضرتك تنصحينا بيه ان احنا نمشي عليه؟ هو للاسف بقى في غربه بين افراد الاسره الواحده طبعا، نتيجه ضغوط الحياه ونتيجه ان احنا بننزل لشغلنا وبنسيب اولادنا ما نعرفش عنهم اهتماماتهم. المفروض ان احنا نقرب من اسرنا اكتر، نقرب من اولادنا، نعرف اهتماماتهم ايه، نعرف اصحابهم بيفكروا ازاي، نعرف وجهات نظرهم ايه، ونقرب وجهات النظر، نقعد مع اولادنا، نصاحبهم، نكلمهم،
عشان الغربه دي تبقى في الفه بينا من افراد اسرتنا. تمام تمام. طب عايزين برضو يعني شويه نصايح تانية اللي هو ازاي بقى يعني حبب نعمل ابني او بنتي. تمام. ازاي نحافظ على صحتنا النفسيه؟ يعني نبدا بنفسنا ونعمل ايه عشان خاطر نحافظ عليها، ما ندخلش اي حد في حياتنا يعني يوصلنا لمرحله اللي هو الانسان يكون تعبان نفسيا بمعنى صح، او يوصل للمرحله دي. ان احنا نقيم علاقاتنا، نحب نفسنا اول حاجه، نشوف احنا عايزين ايه، عايزين نطور من نفسنا ازاي. نحدد اولوياتنا، نحدد اهدافنا، نطور علاقاتنا بكل الناس اللي حوالينا. صح كمان في حياتنا بالظبط. نحدد اولوياتنا بكل الناس اللي حوالينا، نحدد علاقاتنا، نشوف مين الناس بجد اللي يستاهل ان احنا نحبهم ونضحي عشانهم ونساعدهم بجد، ومين الناس اللي في حياتنا لا ما يستاهلوش ان احنا مثلا نقرب منهم او نحبهم، بيأثروا علينا بالسلب. في علاقات تبقى سامه، ناس بيمتصوا طاقتك الايجابيه، ناس طول الوقت بيبقى لود عليكي، وفي علاقات بتبقى ايجابيه، ناس بتخلي حياتك لا احسن، ناس بتخلي حياتك افضل. والافضل من كده ان انت تخلي حياتك افضل لنفسك، ان انت تحبي نفسك وتحبي كل اللي حواليكي، علشان الانسان لو بدا بنفسه او حب نفسه هيغير كل من حواليه، الناس بتحبه اكيد. طبعا حقيقي. طيب دكتورة أميرة، كنت برضو عايزه اعرف من حضرتك ايه هم الاشخاص العرضه للامراض النفسيه؟ يعني في ناس حضرتك بتدي لهم كده ضوء احمر، لا استوب، لان انت داخل كده في مرحله خلاص هتبقى مريض نفسي بمعنى اصح. طيب نعرفهم ازاي، او ايه النصايح اللي احنا ممكن ننصحها لهم، زي الانفعال، زي الضغط، ضغوط الحياه، ايه اللي حضرتك تقول لنا عليه؟ طيب ننصحه ان اي حد لازم يفرغ الطاقه السلبيه اللي جواه، ما ينفعش يفضل عنده كبت على طول. ان اي حد يشوف يفرغ طاقته، مثلا اللي بيحب يرسم يرسم، يشوف هواياته ايه واهتماماته ايه، لازم يفرغ الطاقات السلبيه اللي جواه، ما ينفعش يفضل او مشاعر سلبيه. كل واحد يشوف هو بيحب ايه، يشوف اهتمامات جديده ويعملها، يشوف هو يتعلم لغه جديده. لا بس احنا في ضغوط الحياه ممكن واحد يجيله اكتئاب من ضغوط الحياه، مش قادر ان هو يوفر الظروف المعيشه كويسه، فبندخله مرحله تانية بنخليه فعلا بيبقى مريض نفسي في ظل الظروف اللي احنا فيها. احنا كلنا بنتعرض لمشاكل ومتعرض لازمات ومتعرض لبتلقات في حياتنا، ولكن انت هتتعامل مع المشكله دي ازاي؟ احنا اللي بنحدد ان احنا نتعامل مع المشكله ازاي، احنا نتحدد بيجي لنا اكتئاب او ضغط او لا. تمام. طيب احنا معانا مداخله دلوقتي. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك؟ بكل سنه وحضرتكم طيبين. وحضرتك بصحه وخير وسلام يا رب. ده كويس البرنامج ده، ربنا يبارك لكم، يعني كويس، وبتكلموا على حاجات كويسه وبتفيد الناس والله. شكرا جزيلا لذوق حضرتك. يا ربنا يخليك. لو نبى بعد اذنك، انا كنت عاوز عنوان الدكتوره رقم او تليفونها. تمام تمام، اتفضلي يا دكتور. حاضر ماشي، بعد الهوا هديه لحضرتك. حاضر، شكرا لحضرتك. شكرا شكرا. تمام كملي يا استاذة هند. تمام. طيب حضرتك برضو يعني في ناس برضو كانت مش فاهمة حضرتك الترابط الأسري ومجال حضرتك، يعني ازاي حضرتك بتاخدي النقاط المهمة وتشتغل عليها حضرتك؟ يعني بمعنى أوضح، حضرتك ممكن تعرفينا عن مجالك أكتر، لأن حضرتك زي ما قلتي لي أنا دكتور طب نفسي. طيب إيه هي حضرتك المجالات اللي حضرتك ممكن تعالجي فيها أي انسان نفسي؟ هي الصحه النفسيه ملهاش علاقه بالطب النفسي. حضرتك يا دكتور، حضرتك هتجاوب لنا على السؤال ده، بس هنطلع فاصل ونرجع تاني. تمام. رجعنا لكم مره ثانيه بعد الفاصل مع دكتوره اميره ابراهيم. يا دكتور، عايزين نعرف ازاي نستغل وقت فراغنا تمام في ظل ازمه كورونا دي. ان احنا نقعد مع اسرتنا اكتر ونقرب منها، نعرف اهتمامات ولادنا، نقعد مع اولادنا اكتر، نشوف اهتماماتهم ايه، محتاجين ايه. تمام. فرصه ان احنا نقرب من نفسنا اكتر، ونقرب من بعضنا، نستثمر اوقات فراغنا ان احنا نتعلم ونتثقف، لان افضل استثمار هو استثمار في العنصر البشري. تمام. ان احنا نشوف اهتماماتنا ايه، نشوف قدراتنا وامكانياتنا ايه ونطورها. تمام. وان احنا نتعلم، ناخد كورسات اونلاين، ناخد مهارات جديده. تمام. نتعلم لغه جديده. تمام تمام. طيب طبعا المجتمع كله دلوقتي ملوش سيره غير كورونا، وباء كورونا.
الناس كلها دلوقتي لو حد عطس او كح حضرتك بيبقى خايف. انا جالي كورونا، كلنا كده طبعا. طيب انا عايزه اعرف ايه هي النصائح اللي حضرتك ممكن تقدميها لاولادنا؟ طبعا اولادنا صغيرين، الولد الصغير او البنت الصغيره مش عارف يعني ايه نظافه. يعني احنا طبعا بنبقى وراه في كل حاجه، اغسل ايدك كويس، اتشطف كويس، اعمل كده. طيب حضرتك انا عايزه اعرف ايه هي بقى النصائح اللي انت ممكن تقدميها لاولادنا الصغيرين في ظل كورونا؟ اول حاجه احنا نلتزم ونقعد في البيت زي ما الدوله قالت، دي اهم حاجه. ثاني حاجه نهتم بالنظافه، نغسل ايدينا على طول، نلبس جلافز، نلبس كمامات، اهم حاجه ناخد اكل صحي، دي اهم حاجه. نهتم بنفسنا، نهتم زي ايه بقى حضرتك كده الاكل الصحي برضو من وجهه نظر حضرتك؟ الخضار، الفاكهه، السلطه، اي اكل احنا عاملينه في البيت، نبعد عن الجانك فود، برتقان، يوسفي، الحاجات اللي فيها فيتامين سي، نبعد عن الجانك فود ده خالص، ونطبخ بايدينا، نعمل حاجات صحيه لاولادنا. دي اهم حاجه. اولادنا بس اولادنا حضرتك بيحبوا الحاجات اللي هي الايه زي البيتزات من بره والعصاير اللي من بره، مهما حضرتك بتعملي لهم اكل صحي فهم برضو بيميلوا للحاجات ديت. فبرضو يعني انا من وجهه نظر ان بحاول ان الام تحاول ان هي تجدد من اكلها علشان نعدي بس من الفتره ديت. اكيد. لان معظم بنحب الدليفري، بنحب الاكل السريع، لكن احنا بنجدد من الاكل بتاعنا علشان بس نعدي فتره الازمه والبقاء. هو كلنا في الفتره دي بصراحه يعني جددنا، ما عندناش غير التلاجه. لا وكلنا دخلنا المطبخ وكلنا عملنا اكلات جديده. اكيد. ايوه. تمام. طيب دكتور دلوقتي احنا اتكلمنا عن نصايح لاطفال، تمام؟ عايزين برضه حضرتك تقولنا ايه هي الاجراءات الاحترازيه يعني مش للاطفال بس بقى للكبار كمان، وخاصه كبار السن لان هم اكثر عرضه للاصابه بالفيروس. تمام. ده هم يهتموا باكلهم اكتر برضه، ان هم برضه يلتزموا في القعده في البيت. هي نصائح بس هم يعني الاطفال زي كبار السن معناتهم تبقى ضعيفه. ايه طبعا بيبقوا قاعدين في البيت ما عندهمش شغل، فلازم يهتموا بصحتهم اكتر ونفسيتهم اكتر. تمام. حضرتك نورتينا النهارده جدا يا دكتور، وشكرا ليكي، ونتمنى ان شاء الله ان احنا نكون مع بعض في حلقات تانية ان شاء الله وتفيدينا كده زي ما استفدنا النهارده ان شاء الله، ونتمنى برضو ان نستعمل بنصايح اللي حضرتك قلتي عليها ان شاء الله علشان ان شاء الله الازمه دي تعدي على خير ان شاء الله. استاذه هند تحبي تضيفي حاجه؟ طبعا انا لازم ارحب بالدكتوره اميره، حضرتك بصراحه كمل في الاخلاق وشرفتينا حضرتك واستفدنا من معلومات كتيره، ولنا الشرف ان انت تحضري معانا حلقات جديده. شكرا لكم وشرفه بوجودي معاكي. اهلا وسهلا بحضرتك. انتهت النهارده حلقتنا من برنامج اسرار الحياه، تابعونا كل يوم سبت ان شاء الله الساعه 11:30 على قناه الصحه والجمال مع اسرار الحياه، هنستفيد وهنتعلم من كل جديد مع ضيوفنا ان شاء الله.